دفعا لعجلة الاقتصاد وتحقيقا للأهداف المنشودة، تأتي التوجيهات الملكية بتسريع العمل بالاستثمارات ذات القيمة المضافة والقادرة على كسر جمود البطالة. التوجيهات خصت شركة البوتاس ومشاريعها في قطاعي المياه والطاقة والبحث في تطوير المنتجات والعبور بها صوب أسواق جديدة. وصوب واقع جديد، تأتي الدعوات الأردنية لموقف عالمي حازم بوجه جرائم الاحتلال بحق البشر والحجر في غزة، موقف يضمن كف يد العدوان واستدامة دخول المساعدات وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان. وجه جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة إلى تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في قطاعي المياه والطاقة، وأشاد جلالته بما شهدته الشركة من تطور وفق خطتها الاستثمارية والتي تتوافق مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. كما أكد جلالته أهمية عمل الحكومة وشركة البوتاس على دراسة فرص التعاون والاستثمار لتطوير حقل غاز الريشة بعد الانتهاء من أعمال الاستكشاف. هذا ودعا جلالة الملك إلى تسريع العمل بمشاريع التوسع والاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية ومشاريع الطاقة المستدامة التي تتوافق مع التزامات الأردن البيئية. وشدد جلالته على أهمية إعطاء الأولوية للقطاعات التي تحقق قيمة اقتصادية مضافة وتوفر فرص عمل. ينضم إلينا الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن نسور. دكتور معن، أهلا وسهلا بك. دكتور معن، نحن نتحدث اليوم عن هذه الآفاق التي وجه بها جلالته، خاصة فيما يتعلق بدعم مشاريع الشركة في قطاعي المياه والطاقة. تشرفنا اليوم بلقاء جلالة الملك وسمو ولي العهد، وأطلعنا جلالة الملك على أعمال شركة البوتاس العربية خلال السنوات الخمس الماضية والإنجازات التي تحققت، والتي كانت بحمد الله إنجازات متميزة. هذه الإنجازات بطبيعة الحال كان لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني الأردني وعلى قدرة شركة البوتاس العربية في تطوير مشاريعها. أضف إلى ذلك، تحدثنا عن الخطة الخمسية القادمة والمشاريع التي سوف تنفذها بإذن الله شركة البوتاس العربية، ومنها المشروعات الخاصة بالقيمة المضافة العالية. لابد أن يكون وجهنا جلالة الملك بأنه يجب أن يكون هنالك عمل على المشروعات ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى المشاريع الخاصة بالطاقة والمياه. المرحلة القادمة تحمل في طياتها لشركة البوتاس العربية والصناعات التعدينية وصناعات الأسمدة في الأردن الكثير، حتى نتمكن من الارتقاء بتنافسية المملكة بشكل عام. نعم، إذن تحدثت عن أن المرحلة المقبلة تحمل في طياتها الكثير من الحيثيات دكتور معين، لربما تتعدد الأولويات. إذا ما أردنا المضي قدما في هذه الخطط، فماذا يجب أن نركز عليه بداية مقابل التنفيذ؟ أولا لابد أن نقول بأن الإنجاز الذي تحقق خلال المراحل الماضية وفر لنا موارد مالية بحمد الله سوف تكون كافية لتحقيق طموحات سيدي صاحب الجلالة. الأولويات تتمحور حول زيادة الكميات التي ننتجها من الأسمدة والتحرك على منحنى القيمة المضافة العالية، لأنه عندما نبدأ بتصنيع المواد ذات القيمة المضافة العالية نستغل المادة الخام الموجودة لدينا من أجل زيادة حجم الصادرات وزيادة العمالة، ونعلم بطبيعة الحال أن لذلك آثار إيجابية على الاقتصاد الكلي للمملكة. نعم، أثار هذه الاستثمارات، خاصة عندما نتحدث عن الاستثمارات ذات القيمة المضافة التي تحدثت عنها دكتور معن، نتحدث عن الاقتصاد الكلي، ولكن إذا ما فصلنا قليلا في هذا الجانب. نعم، عندما
نتحدث عن النتائج أو النتائج المالية المرجو تحقيقها، لعله من أهمها أولا زيادة القوة المالية أو القدرة المالية للشركة حتى تتمكن من الولوج إلى العقد القادم بقوة وبثبات. أضف إلى ذلك حتى تتمكن الشركة من ضخ الموارد إلى خزينة المملكة الأردنية الهاشمية. وهنا لابد أن أشير بأنه خلال المراحل الماضية أو خلال 5 سنوات الماضية ضخت شركة البوتاس العربية في موازنة أو في خزائن الدولة الأردنية تقريبا حوالي مليار دولار أمريكي. هناك أيضا عمل لشركة البوتاس العربية في استقطاب القطع الأجنبي أو العملة الصعبة. نحن من أكبر الشركات التي تستقطب العملة الصعبة للاقتصاد الأردني، بالإضافة إلى توفير الوظائف. بحمد الله تعالى نحن خلال المرحلة الماضية أو تنفيذ الخطة الماضية كان هناك مئات الوظائف ذات التميز التي صنعتها ولدتها شركة البوتاس العربية. وعندما نبدأ بتنفيذ الخطة القادمة الخمسية القادمة التي تنتهي في العام 2028، من الأهداف الرئيسية التي تعمل شركة البوتاس العربية على تحقيقها توليد الوظائف ذات القيمة للخريجين. نعم، هل نتحدث عن أرقام معينة أو هل تحضرك بعض الأرقام دكتور معين أو النسب فيما يتعلق بهذه الوظائف أو هذه الفرص التشغيلية سواء خلال الخطة المقبلة أو بمراجعة الوضع حاليا؟ نعم، أذكر هنا على سبيل المثال للحصر خطتنا للتوسع في صناعة مادة البرومين والتترابروم. خلال المرحلة القادمة نهدف إلى أن تصبح المملكة الأردنية الهاشمية من أكبر مصنعي هذه المادة الهامة، والأموال التي رصدت أو الموارد المالية التي رصدت تتجاوز 800 مليون دولار. نصفها يدفع من قبل شركة البوتاس العربية والنصف الآخر يدفع من الشريك الاستراتيجي في هذا المجال، ومن المتوقع أن يتم توليد أكثر من 450 وظيفة من الوظائف المتميزة. نعم، نتحدث أيضا أو لربما نعرج على ما يتعلق بتطوير حقل غاز الريشة والخطط المرتبطة بذلك. طبعا هذه الخطة راجعة للشركة المعنية هناك. نحن معنيون كشركة بوتاس عربية بالحصول على الغاز الطبيعي بالكلف المقبولة. هناك جهود تبذل في منطقة الريشة للتعرف على الكميات الموجودة هناك ومدى كونها كميات مجدية إذا تم الاعتماد عليها من قبل الشركات المحلية. شكرا جزيلا لك الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن أنسور.